تربط هذه الآلات والمطابع الضخمة والحديثة التابعة لمطابع الكتاب المدرسي في العاصمة المؤقتة عدن بلا عمل، ما يهدد بتلفها وخروجها عن الخدمة. طبعا هذه الآلات بحاجة إلى جو معين بارد لكي لا يتلف فيها الربالات تبعها، لأن مجرد ما الحرارة تضرب في الآلات هذه طبيعي من الطبيعي أن الربالات تخرب مباشرة. لهذا التوقف المستمر والطويل للآلات سوف تخرجها خارج الخدمة. لهذا نطالب جهات الاختصاص من وزير التربية والتعليم بسرعة تشغيل المؤسسة لتلافي أي خسائر مستقبلية بتشغيل الآلات. موظفو المؤسسة العامة للكتاب المدرسي تداعوا إلى وقفة احتجاجية لمناشدة الحكومة ووزارة التربية بإعادة تشغيل المطابع وصرف مرتبات الموظفين المتوقفة منذ شهور. طبعا هذه مش الخرقة الأولى، كانت لهم قبل فوق 4 أو 5 خرقات، منها الوزارة المالية، منها وزارة التربية، من الأماكن يعني تخص الموضوع. طبعا هدفنا الوحيد هو تشغيل المؤسسة. المؤسسة محتوية على آلات صراحة حديثة، ولا يمكن يعني تركات تتراكم بين الدحل والصدى ولا. فهدفنا الثاني هو بعد تشغيل المؤسسة هو صرف الراتب. متى ما كان هناك مؤسسة تعمل أكيد وزارة المالية تنظر لك نظرة طيبة في صرف الرواتب. مطالب احنا تشغيل المؤسسة، تدوير المؤسسة، اشغال المؤسسة، عطالة، عمال جالسين بلا عمل، المؤسسة واقفة رايحة. ضحية من؟ ضحية العمال هذه 500 عامل رايحين، ضحية من؟ نحن نشيل الشغل، شيل المؤسسة شغل، من مستفيد من الأشياء هذه؟ توقف تشغيل مطابع الكتاب المدرسي يهدد مئات الأسر التي يعولها الموظفون المتوقفون عن العمل والمحرومون من مرتباتهم ومصدر رزقهم. نحن 500 أسرة، ولا أصبحنا لا راتب ولا عمل ولا أي شيء، جالسين هكذا يعني وقفة احتجاجية فوق وقفة احتجاجية. ونحن ناشد معالي الوزير، وزير التربية الدكتور العكبري، ونناشد رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، ونناشد كل الشرفاء بهذا الوطن انه على الاقل يلفتوا لهذه المؤسسه. هذه المؤسسه لها اسم ولها يعني باع بطباعه الكتاب المدرسي، مش اول مره ومش لا سنه ولا سنتين، هذه سنين. ومعنا كوادر ومعنا آلات ومعنا كل شيء، عندنا إمكانيات الكاملة، وعندنا يعني حقوق الطبع للكتاب المدرسي. ليش الكتاب المدرسي ما ينطبعش عندنا؟ تمثل مطابع الكتاب المدرسي إحدى أهم مؤسسات الدولة الإيرادية، كما أنها تسهم في تعزيز العملية التعليمية ورفض المدارس بالكتب المنهجية، وتوقفها يثير الكثير من علامات الاستفهام. مطالب حقوقية وإنسانية ينادي بها هؤلاء الموظفون لإحياء إحدى أهم مؤسسات الدولة الإيرادية الهامة. بديع سلطان، ألمن اليوم، عدن.